صباح الخير واخيرا اجى الصبح. يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب وبنات، هسه خلي اروح للشغل مالتي، بس قبل لا اروح للشغل مالتي لازم اكل شوي كيك. اوكي ماكو مشكله، اوكي ماكو مشكله، هسه خلينا ناخذ لنا شوي هذول الخشبايات اللي عندي وهسه اصعد اللي فوق. اوكي ماكو مشكله. هاي شنو شباب وبنات؟ اوه اكو حفره مال دايموند، واكو حفره مال حجر، واكو حفره مال ديارت، واعتقد هذا هو حمو القروي شباب اللي راح يبيع لنا حفره من هذول الحفر. والله ما ادري يا شباب وبنات هسه شلون ورطها. هاي شنو؟ اكو سلايم فوق السطح. اوكي طيب انا هسه اول شيء لازم اشوف لي حل يا شباب وبنات. الحل هو اني لازم اسوي لي دروع، لان الصراحه اني اخاف من السلايم هسه يجي يقتلني، فماكو مشكله هسه خلي اجمع لي خشبايات اول مره. اوكي وبقى لنا بس هاي الخشبايه، وان شاء الله ان شاء الله راح نسوي لنا فد شغلات رهيبه. اوكي خشبايه تعالي. اوكي خلصنا هاي الخشبايه، حصلنا احنا هسه يا شباب وبنات 5 خشبايات. واو والله العظيم كميه كلش زينه مال خشب. خلينا ننزل لجوا نفتح لنا الكرافتنج تيبل، نسوينا نحللنا هذا الخشبايات، نسوينا هسه اول مره تست بيت، سوينا بنطلون ونسوينا خوذه. لا شباب يبينا بعد خشبايات وفلوس. طيب شنو رايكم نروح نشوف هذا عمو القروي يقدر ينطينا هذا الدايموند اللي موجود هنا، او ينطينا هذا الحجر، او ما ادري شباب. خلي نروح نساله. هاي سلام عليكم عمو القروي. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، انت منو؟ طبعا انا اعيش بهذا الكهف الاسطوري من الخشب، وعندي دروع مال خشبيه. يعني انت فقير مو؟ لا انا مش فقير، انا عادي زي الناس، مو كلش فقير ولا كلش غني، يعني شوي بالنص. يعني انت من الطبقه المتوسطه مو؟ ايه تقدر تقول هيك. طيب انت شنو تريد من عندي؟ شنو تريد؟ نروح نقلع. يلا يا اخي والله الصراحة انا شفت عندك حفرة مال دايموند وحفرة مال حجر، فالصراحة اجيت اتساءل يعني شنو هاي حفرة مال دايموند؟ هاي بس مال الاغنياء. يلا روح انقلع، روح انا بعد ما اقدر اساعدك. روح. لا ارجوك 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 عمو قربي ساعدني ارجوك. خلاص شلون تريدني اني اساعدك؟ والله العظيم اني اريد بس احصل لي هاي الحفره مال الدايموند، حتى شنو؟ حتى اني اصير افضل واحسن شخص بالعالم كله، واقدر اسوي لي حذاء مال الدايموند، لان اني شوف اني هسه ما عندي حذاء، والله رجلي تاذيني بشكل مو طبيعي. يعني انت تريد تحصل لك هواي دايموند، يلا تريد تسوي لك حذاء مو؟ انا بس اريد اسوي لي حذاء، يعني شوي واسوي لي بيت واسوي لي قصر واسوي لي شغلات رهيبه يعني. بس هذول الدايموند ما راح يكفونك انه انت تسوي كل هذول الشغلات، هاي بس حفره وراح تكتشف شنو داخلها، بيها شغلات كلش اسطوريه. طيب خلاص ماكو مشكله، انا اريد اكتشف شنو موجود داخل هاي الحفره يا عمو القروي. اوكي خلاص، بس قبل كل شيء اكو مهمه لازم انه انت تكملها بنجاح، تمام؟ حتى اني اقدر انطيك او اجيب لك الحفره او اقول لك مكان وين تصير هاي الحفره ابو الدايموند، تمام؟ خلاص عم القروي، شنو تريد من عندي اسوي والله العظيم. طيب اول شغله لازم اني اختبرك انه انت محترف مال حفر او لا. اوكي خلاص، شنو لازم اني اسوي بالضبط؟ اللي اريدك تسويه انه انت تسوي لي هسه 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 حفر ابو الدير، تمام؟ خلاص راح اسوي لك حفره ابو الديار. شلون تريد الشكل مالتها؟ سويها باي شكل يعجبك، تمام؟ خلاص راح اسويها باي شكل يعجبني. يلا شباب بنات خلي نفلشين هاي الشجره. لا يا ورا، هاي الشجره لا تفلش، هاي مالتي. شنو هذا من عم قروي؟ اوكي ماكو مشكله، خلينا ناخذ لنا هاي الشجره اللي موجوده هنا. اوكي نفلشين هاي الشجره كامله يا شباب وبنات، ونسوي لنا هسه شفل، ونجمع لنا كميه كلش زينه مال الديار، وشنو بعد نقدر نسوي لنا شفل ونسوينا شنو؟ نسوينا ذيك الحفرة. اوكي ماكو مشكلة، احنا هسه خلي نكمل نفلشنا هاي الشجرة بهذا الشكل، وهاي اخر حبة خشب نفلشها بهذا الشكل يا شباب ويا بنات. اوكي ماكو مشكلة، هسه وين نروح؟ خلينا نرجع لبيتنا اول مرة، محصلين هسه 6 حبات خشبايات. نفتح لنا الكرافتنج تيبل، شنو موجود بالصندوق مالتنا؟ والله ماكو اشي. اوكي شنو نسوينا اول مرة؟ نسوينا استكات، ثاني شيء نسوينا حذاء. شباب حرامات ما عندنا حذاء، هاي ما اريد قارب، انا اريد حذاء. اوكي ناخذ لنا الحذاء، او جعنا خلينا ناكل لنا كوكي زاية، ناكل لنا كوكي زاية، الحمد لله والشكر على كل حال. نسوي لنا شفلين 3 ونقول 4 شفلات كلش كافيات، اوكي؟ خلاص؟
اي اريد بعد استكات اوكي، فنجيب شوي استكات ونسوينا بعد شافلين زياده. هسه صار عندنا اربع شافلات. هسه يا شباب بنات خلي نروح نفلش كميه كلش زينه مال جيرت اوكي، وما يحتاج شويه حفره لازم نسوي شباب بنات، فما حاجه انه احنا نجمع عندنا ديرت، هو المفروض انه احنا بس نحفر الديرت اوكي ماكو مشكله. هسه خلي نعدل مكان الحفره ان شاء الله راح تكون بهذا الشكل يا شباب وبنات. هاي حفرتنا لليوم، الله حفره تخبل. هسه خليني ننزل بهذا الشكل، هذا صارت الحفره شباب، والله كلش سهله شباب وبنات. دقيقه خلي نقفلها من هنا شباب، بلكت هذا عم القروي يقول لي ما عجبتني، خلي نقفل هذا اسهل واسرع حفره بالعالم كامل يا شباب وبنات. والله ما تعبتنا نهائيا، يعني بس جبنا شويه ديرتايات وحفرنا ثلاث بلوكات اللي جوا. هذا هو شباب وبنات، ليش عم القروي يقول لي يريد يختبرني وما ادري شنو. اوكي ماكو مشكله، خلي اخذ لي هذول الديرتايات واجي احطهم هنا بهذا الشكل. يلا هسه خلصنا هاي الحفره، هسه وانا اروح لعم القروي اقول له انه اني خلصت الحفره الاسطوريه. اوكي يلا ليتس جو خلي نروح لعم القروي. هاي سلام عليكم عم القروي، ترى خلصت الحفره والله العظيم. والله اني ما اصدقك، ترى كنت كذاب، شنو خلصت الحفره بهاي السرعه؟ اي والله العظيم، شوفه شوفه شوفه، هسه راح ابني لك اربع بلوكات حتى تشوف كل شيء زين. وحده اثنين ثلاثه اربعه، هاي عم القروي من هنا جاي تشوف. والله العظيم كفو، عند اسطوره الديرتيين. شنو اسطوره الديرتيين؟ لا عم قروي انا يعني مو فقير، شنو ما اريدك تقول لي اسطوره الديرتيين، اريدك تقول لي اسطوره الدايموند او اسطوره الحجر. اوه يعني انت تريدني اني اقول لك اسطوره الحجر وانت ما عندك حفره مال حجر؟ طيب 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 خلاص خلاص راح اسوي لي حفره مال حجر، بس راح اخذ هاي الخشبه شجره اوكي؟ خلاص اخذها اخذها عادي عادي، هاي المره تقدر تاخذها لانك انت اسطوره الديرتيين. اوكي يا شباب انا اريد هسه اصير اسطوره الحجريين وبعدين اصير اسطوره الدايموند وبعدين اصير اسطوره الاميرالد وابقى اتطور شوي شوي يا شباب ويا بنات. اوكي هسه خلي ارجع لبيتي، بس لا تقولوا لي صارت الدنيا ليال. لا شباب وبنات الشمس راح تروح يا شباب ويا بنات. اوكي هاي شنو؟ والله مزيان ما وقعت باي الحفره بالدايموند، او والله العظيم لو طحت بيها كنت اني هسه ميت خلاص. اوكي طيب راح اخذ لي شوي خشبيات كالعاده، اسوي لي شوي استكات بهذا الشكل، نسوينا يا شباب وبنات بكاكس. هسه اقول لكم شنو فائده البكاكس، انه نقدر احنا نجمع لنا هذا الكابل ستون اللي عندنا. اعرف والله اعرف شباب راح يخرب عندنا البيت مالتنا وهاي الحفره مالتنا ما راح تصير كلش زينه، بس اهم شيء انه احنا نسوينا هسه يا شباب ويا بنات حفره مال كابل ستون حتى عم قروي هذا يفرح وينطينا الحفره والدايموند. اوكي فماكو مشكله يا شباب وبنات، احنا هسه خلينا نكمل نفلش هذا الكابل ستون كامل. والله تعبت شباب وبنات، خلي اكل شوي من هذا الكيك. اوكي اوكي خلي اروح انام، خلي انزع دروعي دقيقه شباب، لان الصراحه والله كلش ثقيلات هذول الدروع اللي بالخشبيات. اوكي خلي نحط لنا كل الدروع كل الشغلات اللي عندنا نحطهن بالصندوق مالتنا، وان شاء الله باكر الصبح نكمل شغلنا. يلا ماكو مشكله. اوه والله هذول الكبواب ضوجوني يا شباب وبنات، ليش ما نفلشن هسه هذول الكبواب؟ والله لان ما نظف بيتي يعني يا شباب وبنات، لازم يجي لي واحد ينظف لي بيتي. خلي افلش لي هذول الكبواب كل هنا فلشن تفلش. اوكي نفلش لنا هاي وهاي، هاي الشمعايه اللي طاحت خلي ارجعها هنا، وبعد ماكو كبوه اي بعد هنا هاي خلي نفلشها. خلاص هسه صار البيت مالتنا نظيف الحمد لله والشكر على كل حال. طيب هسه انا شنو لازم اسوي؟ اروح انام احسن لي. يلا تصبحون على خير. وي صباح الخير، واخيرا اجى الصبح. يلا 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 هسه خلي اخذ اغراضي واخذ دروعي واخذ شغلاتي والحبشكلات مالتي واروح اكمل اشتغل يا شباب ويا بنات. اوكي احنا هسه محصلين 16 حبه حجرايه، فخلي بعد نكمل نجمع لنا شوي حجر، بلكت شباب نحتاج لنا هذول الحجر. اوكي طيب شباب هسه البيت مالتنا راح يصير مو كلش تمام الشكل مالته، فاحنا لازم نعوض هذا الشيء اللي احنا خربناه، على الاقل نعوضه بشيء زين اللي هو الخشب. اوكي لازم شنو؟ لا شباب سوينا بتنات، احنا شلنا بالبتنات، لا خربنا البيت يا شباب وبنات على الخالي بلاش. هسه شلون ورط هاي؟ والله خرب البيت مالتنا. طيب شنو نسوي بدل البتنات شباب؟ سوينا 9 بتنات بالغلط، كنا نقدر نسوي بين جدا نقدر نستغل هنا ونحط 9 بلوكات راح من عندنا. اوكي اهم شيء خلي اسوي لي اني هسه الحفره ابو الحجر. هاي صباح الخير عم القروي. هاي اقتل هذا الزومبي، قتله قبل يقتلني. اي اسرع اساعدك، لا تقتل عم القروي، لا تقتل، وخر زومبي وخر. انت اسطوره الكيت زومبي.
وهنا اكو سكلتناي، شنو رايكم سكلتن؟ شنو رايك اروح اقتلهن؟ اي والله روح روح، يلا روح روح، يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب وبنات، والله اقتلهم، والله موتوا موتوا اي موتوا موتوا اي موت موت سكلتن، انت انت جاي تنحرق، تعال تعال تعال، اي هذا الاول مات شباب، خليني قتله، لا تمجيدك على عم القروي، قتلناهن كلهن. إيه يلا عم القروي تفضل، قتلناهم كلهم. والله العظيم انت اسطورة السكلتن، اسطورة الزومبي، والله العظيم انت اسطورة الاساطير. إيه شكرا، بس انا شجعت يا شباب وبنات، خلي ارجع لبيتي اكل شوي كيك، لان يعني الصراحة انا جوعان. شنو هذا السلايم؟ واخر واخر، لا تجيلي، لا ترجع لي سلايم، واخر واخر، يلعن خيره يلعن خيره، يدمج السلايم، واخره واخره. شنو هذا الدمج اللي دمجوا لي اياه يا شباب وبنات؟ والله دمج كثير كثير، متوا كلكم متوا متوا. شنو هذا السلايم؟ شنو من وين جاي يجون؟ من وين جاي يرسبلون هذولا؟ والله ما ادري شنو القصه. اوكي خلي ارجع لجوه واكل شوي كيك 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 كيك. اوكي الحمد لله والشكر، اكلنا كميه كلش زينه مال كيك. يلا هسه خلينا نشتغل على شنو؟ على الحفره مالتنا مال كابل ستون، اسويها هنا عمو قروي. اي سويها باي مكان يعجبك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلي نسوينا الحفره مالت شنو يا شباب ويا بنات؟ مالت ان شاء الله مال الكابل ستون او مال الحجر. اوكي ان شاء الله راح نسويها هنا لان هذا المكان عجبني بشكل مو طبيعي. خلي نفلش هنا هذول البلوكات اللي موجوده هنا ونغيرهن الى شنو؟ الى كابل ستون. لازم تكون عندنا حفره اسطوريه لهذا عم القروي حتى يفرح. اي اكيد لازم انت تسوي كل شيء اني اريده حتى اني انطيك الدايموند. اي لعبالك راح انطيك الدايموند مجاني؟ اكيد لازم تتعب وتشوفني احتراف ماتك. اوكي اوكي شو سمعتون شباب؟ سمعتوا سمعتوا هذا عمو شنو قال لنا؟ احنا لازم نتعب ولازم نسوينا الشغلات اللي قال لنا عليهن عمو حتى شنو؟ حتى ينطينا حتى ينطينا شباب وبنات الهاي اللي قلت لكم عليها، هاي الحفرة بالدايموند. طيب هسه شنو لازم اسوي؟ خلاص خلصنا الحفرة مال الكابل ستون، بس شنو رايكم شباب بعد نكبرها شوي؟ لان حسيتها شوي صغيرونة شباب. دقيقة احتاج بعد 6 حبات كابل ستون، مو هواي مو هواي. اوكي فخلي نكمل نفلش هذول كلهن تفلش. اوكي اوكي خلصنا ما باقيش. اوه هاي شنو عندي هنا؟ شنو عندي هنا؟ اكو يعني تخيلوا شباب اذا هسه ما راح انقذ البيت مالتي، والله لا سمح الله يقدر يطيح بي واني نايم. اوكي الحمد لله والشكر على الحال، كل حال عدلته. اوكي هسه خلي اصعد اللي فوق اول مره يا شباب وبنات واكبر شوي بالحفره هاي. اوكي صارت حفره اسطوريه. اوه كفو عليك، عاشت ايدك والله العظيم، هاي من افضل الحفر الحجرية، كفو عاشت ايدك. يلا هسه انا راح انطيك الدايموند اللي انت طلبتني عليه. والله راح تنطيني الدايموند عمو؟ نسيت شغله قبل انطيك الدايموند، شفت هذا التلفزيون اللي جوه؟ شفته؟ ايه هذا التلفزيون، شنو الفائدة مالته؟ اريدك تفتحه واريد هسه كل المتابعين يسوون الشغلات اللي موجودة بهذا التلفزيون، تمام؟ خلاص عمو القروي راح اسوي اللي انت قلت لي عليه، نفتح التلفزيون. اوه الله عليكم شباب وبنات، اذا تردون هذا عم القروي ينطينا دايموند ونصير كلش اغنياء. يلا شباب وبنات اريدكم هسه كلكم تضغطون على هذا الزر الازرق اللي هو زر اللايك، وتضغطون على هذا الزر الاحمر اللي هو زر الاشتراك، وتضغطون على هذا الزر الرصاصي اللي هو زر تفعيل جرس الاشعارات، يعني تضغطون على 3 شغلات بسيطه. يلا هسه احنا خلينا نرجع ناكل مره ثانيه لان انا كلش جوعان وقلوبي ناقصه، فخلي انزلي جوا يا شباب وبنات، وان شاء الله ما نرجع العم القروي. ان شاء الله ان شاء الله يا شباب وبنات راح ينطينا الشيء اللي احنا نريده اللي هو الدايموند. خلينا نجهز السيف مالتنا حتى نقتل هذا السلايم اللي اجانا. واخر يا سلايم، يوم زين قتلناه والله، سلايم ورع، هذا سلايم ورع. يلا هسه عم القروي راح تنطينا او لا؟ بس لازم تسوي لي بعد شغله. اوكي شنو هاي الشغله اللي لازم انا اسويها لك؟ جيب لي هسه صندوق. اوكي الشغله كلش كلش بسيطه. صندوق صندوق صندوق، يلا هسه اسوي له صندوق، هذا ماكو مشكله. خلي اجيب لي انا محتاج لي بس حبتين خشب حتى اسوي للعم القروي شنو؟ صندوق اسطوري، وانطي الصندوق هذا وان شاء الله ان شاء الله راح يساعدنا يا شباب ويا بنات. خلي نرجع لبيتنا من هذا الاتجاه، افتح لي الكرافتنج تيبل واسوي لي صندوق على السريع، ولو ما اخذ لي الصندوق مالتي احسن، بس خلاص راح نسوي له صندوق ثاني. اوكي نسوي له صندوق بهذا الشكل، خلي نصعد له هسه وننطي الصندوق الصندوق مالته. يلا تفضل على عم القروي، هذا الصندوق الك. اوكي والله العظيم انت اسطوره الصناديق صايره، اسطوره
الحجر، اسطورة الديرت، واسطورة السكيلتون والزومبي. انا اريد اصير اسطورة الدايموند شباب، والله اريد اسطورة الدايموند. طيب طيب خلاص ارجع لي بعد ساعة وراح تلاقي عندي الشغلات اللي انت طلبتهن من عندي. تمام خلاص عم القرب، يلا مع السلامة. يلا شباب بنات انا هسه خلي اروح ارتاح شوي فتساعة وارجع لك كالعادة. خلنا ناكل لنا شوي كيك حتى قلوبنا ترجع، واقعد هنا خلي اعدل لي بيتي شباب بما ان عندنا شوي بلوكات فنقدر نعدل لنا بيت. شو شنو هاي الفن شو اسمها الفنساية؟ اوكي خلي نسوي بهذا الشكل، نعدل لنا البيت مالتنا، لزق يعني شو ما كان، فخلي نكمل نعدله وصار عندنا بيت معدل. ناكل لنا شوي كيك لان جعنا، ويلا هسه خلي اروح ارتاح هنا احسن لي. اوه هسه عبرت اكثر من ساعه يا شباب وبنات كالعاده، خلينا ناكل لنا شوي كيك. اوكي اكلنا كيك الحمد لله والشكر على كل حال. هسه خلي اروح على صديقي قروي. هاي سلام عليكم قروي، يلا جبت لي الشغلات اللي انا قلت لك عليهن. ايه جبت لك اياهم، يلا افتح الصندوق ومبروك لك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب وبنات نفتح الصندوق 3 2 1. اوه ماي جاد. اوكي ناخذ لنا الشغلات احنا اللي طلبناها من عند عم القروي. او ماي جاد شباب حصلنا شغلات رهيبه. اوكي هسه بعد ما نحتاج عم القروي اصلا بعد ما انا حاجي. طيب يا شباب وبنات هسه احنا عندنا ايرون وعندنا دايموند، اذا نحط الدايموند هنا، اذا نحط الايرون هنا ما نقدر نفلشه، واذا نحط الدايموند هنا ما نقدر نفلشه، يعني لازم هسه نشوف لنا حل. اوكي الحل هو بكل اختصار يا شباب وبنات نسوي لنا افران. اوكي طبيعي الشغله كلش بسيطه، 8 حبات قبل الاستونيات يجيب لنا فرن واحد، يعني شنو يعني شغلة بسيطة. فشنو رأيكم شباب البنات؟ دقيقة اجت لي فكرة اسطورية اكثر من هاي. اوكي نحتاج لنا خشبايات احنا مو؟ اوكي هسه راح اجيب لي خشبايات. من وين راح اجيب لي خشبايات؟ راح اجيب من هنا، انا ما لي علاقة شباب، لازم ابقى افلش لي من بيتي، والله العظيم مسكين بيتي شباب بنات. عادي بما ان حصلنا الدايموند خلي بيتي خلي يصير بي كذا عادي ما يأثر. اوكي نسوينا يا شباب وبنات ان شاء الله محتاجين بكاكس. اوكي لان راح نفلش هذا الجدار كامل، شنو رايكم بهاي الفكره؟ هذا الجدار راح نطيره وراح نسوي لنا افران، حتى شنو حتى تقدر تطبخ لنا هاي الافران كل 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 الايرون اللي شنو هذا المكان يا شباب انا تخلي الرقعه بالايرون. اوكي ماكو مشكله اعتقد هيك كميه مال كابل ستون كلش زينه. كم تقدر تجيب لنا من الفرن هذا الكميه؟ 2 افران كلش بيرفكتو. الفرن الاول راح يكون هنا والفرن الثاني راح يكون هنا. يلا هسه نجيب نص الايرون هنا ينطبخ ونص الايرون الثاني ينطبخ هنا. طيب يحتاج لنا هسه شنو يا شباب يا بنات؟ يحتاج لنا هسه خشبيات يلا نقدر نطبخ الايرون. يعني شنو؟ اجيب الخشبيات من وين؟ من بيدي. اي عادي شباب عادي عادي طبيعي على مود الايرون لازم احنا نضحي بالبيت مالتنا اشي اشي اكيد يا شباب وبنات، فماكو مشكله خلي نجيب لنا الايرون. شباب اذا جاي تلاحظون اكو شغله كلش اسطوريه اللي هي يا شباب وبنات بكل اختصار اكو هنا كتاب شنو كتاب كتاب بس مو اي كتاب عادي هذا يا شباب وبنات، هذا كتاب بتطويرة فورتشن بحيث انه احنا من راح نفلش هذا الدايموند يا شباب وبنات راح يدبل عندنا الدايموند، يعني راح يصيرن مثلا مكان ما تجينا حبة دايموند وحدة يصيرن 3 4، يعني شنو يعني فتشي يعني فتشي اسطوري يا شباب وبنات تمعنا الكلمة. اوكي فاحنا يبينا هسه نسوينا انفل ويبينا نسوينا شغلات اسطورية. اوكي نجيب لنا نص الخشب هنا والنص الخشب الثاني راح يكون هنا. اوكي حصلنا 3 حبات دايموند، يبينا بعد يبينا نسوي لنا انفل، والانفل شلون تنصنع؟ يبي له كميه كلش اسطوريه مال شنو؟ مال ايرون، فخلي ننتظر هسه لين ما ينطبخ هذا الايرون كله. اوكي الطبخ الطباخ خلص، حصلت لي 3 حبات ايرونات. اوكي نحطهم فوق هيجي ونسوي لنا الانفل الزينه مالتنا والحمد لله والشكر صارت عندنا الانفل طين. اوكي خلصنا الانفل مالتنا، هسه لازم يا شباب وبنات دقيقه طبعا جمعت لي كميه كلش زينه مال الخشبايات، هسه شنو لازم نسوي يا شباب وبنات؟ بكاكس طبيعيه او الايرون. اوكي جيب الخشب اللي موجود هنا لان انا قبل شويه صعدت وتعبت وجمعت لي هذول الكميه الزينه مال شنو مالت الخشب يا شباب ويا بنات. طيب هسه خلي اجيب لي 3 حبات دايموند، هسه اقول لكم شنو فائده الدايموند. هسه بعد ما جبنا الدايموند يا شباب وبنات راح نسوي لنا شنو؟ طيب هسه انا شنو راح اسوي؟ راح اسوي لي بيكاكس بالدايموند. اوكي نسوي لنا بيكاكس بالدايموند بهذا الشكل، وهسه نجيب البيكاكس بالدايموند ونطوره تطويره فورتشن 2. الله
صار عندنا هسه تطويرات كلش كلش اسطوريه. طيب احنا هسه شنو لازم نسوي؟ صارت الدنيا ليل شباب وبنات، الاجواء كلش تخوف والوحوش بكل مكان، فاحنا لازم هسه نرجع لنا مره ثانيه. انزل انزل يا ورع، انزل انزل، وخروا وخروا علي، انزلوا. اوكي شباب يلا يلا خلينا نروح هنا سريع سريع قبل يجونا. اوكي وي يا رب يا رب، راحوا الزومبيين. شباب بنات لازم احنا هسه نلحق نفسنا ونجمع لنا دايموند ونسوي لنا شغلات بالدايموند يا شباب بنات. يلا شنو يلا نقدر بعدين نسوي لنا الحفره بالدايموند، والله العظيم فتشي رهيب. اوكي حصلنا كميه كل زينه بالدايموند. طيب خلينا نشوف هسه كم عندنا من دايموند يا شباب بنات. دقيقه 19 حب دايموند. سريع شباب نشتغل على نفسنا ونسوي لنا هسه سياف، هسه نقدر نقاتل كل وحوش. نسوي لنا هيك على السريع تشست بليت وبنطلون. اوكي صار عندنا تشست بليت وبنطلون، نشمر القديمات نجيب الجديدات. هسه خلينا نشوف منو نقدر نجلد، منو يجي. تعال انت عنكبوت عنكبوت عنكبوت، تجيلي تجيلي بالليل تقتلني وقت ما عندي دروع ما عندي فلوس؟ هسه اوريكم والله لو اوريكم كلكم. اوكي خلي انزل لجوا ناكل لنا شوي كيك 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 كيك. اوكي الحمد لله والشكر. شنو بعد نجمع لنا بعد كميه كلش زينه بالدايموند. او تعرفون شنو شباب، والله العظيم هذا الكهف مادي شفتونه هذا كله اللي كان كله من ديرت واللي كان كله من شوفوا ديرت وشغلات تافهه، يمين بالله راح يكون اليوم ان شاء الله كله من الدايموند. لعبالكم هيك وقفنا؟ لا، وان شاء الله بالمستقبل راح احوله كله بلوكات دايموند حقيقيه مليون بالميه، مو هذول البلوكات مال الاور. راح تشوفون يا شباب وبنات والله العظيم راح اغير حياتي وراح يصير عندي بيت او كهف اسطوري باتم معنى الكلمه يا شباب وبنات. شوفوا احنا هسه جمعنا هذول الحبات مال الدايموند، شوفوا كم حصلنا، حصلنا هسه 16 حبه او اكثر اكثر من 16 حبه يا شباب وبنات، لان هذا بيكاكس اسطوري فورتشن. ايه فورتشن. طيب هسه نسوي لنا بين بلوكات بهذا الشكل، والله العظيم راح تتغير حياتي 360 درجه، وهسه هذا الحفره مالتي هاي كلها راح احولها الى دايموند. واو.